ايديك عني. مين انتوا؟ لوين بدكم تاخدوني؟ بعدو اتركوني، لا تلمسوني، عم قلكم بعدو عني. شوفوا اذا بصير علي شي ما رح تنفذوا. اتركوني، بعد ايديك عني، لا تلمسني، بعد. عزيز توبراك، شو مفكر حالك عم تعمل كنان؟ شو عم تعمل؟ ليش حاطت ايدك بايد هالرجال؟ هازال اهدي شوي، رح اشرح لك كل شي. ما في داعي تشرح لي، كل شي واضح. يلا رجعوني واتنيناتكم رح تتحاسبوا على هالشي. هازال عم قلك اهدي شوي. اتركني، اترك ايدي، اترك. انتي اسمعينا بالاول وبعدين اعملي اللي بدك اياه. اذا بدك تشتكي علينا للشرطه اشتكي، او بدك تسجنينا يلي بدك اياه، بس بالاول اسمعينا. قولي اللي بدك تقوله. انتو شو بدكم مني وليش جبتوني لهون؟ عرف فورال باتفاقك مع جالا، وعرف انكم عم تتحروا على الناس. حياتك بخطر يا بنتي، وقلت لك من قبل كمان فورال زلمه خطير، لازم تبعدي هالفترة. ما رح تقول لها زال إنك أبوها، وما رح تشوف وشها مرة تانية، وبدك تنسى من هلأ لآخر عمرك إنه هازال بنتك، وأنا بالمقابل رح قلك وين مكان الناس. يعني كرمال أختي بدي أتخلى عن بنتي مو هيك؟ أنت شو اللي بيأكد لك إني ما أخلف بوعدي ورجع بنتي؟ صدقني ما بعرف إذا كان عندي، بس بتعرف شو عندي؟ شجاعة. إذا عملت هيك شيء بالأول رح أوس هازال، وبعدها رح أوس حالي. موتي ما رح يأثر عليك، بس تسببك بموت بنتك رح يخليك تموت وإنت عايش. ألو سيد فراد، عم حاول أوصل لجالة بأي طريقة. تركني من جالك يا نجار، هازال مختفية. جيت على المطعم ولقيت شنطايتها، قالت لي هي بالمطعم بس ما لقيتها. يمكن يكون عزيز هو اللي خطفها، انا رايح لعنده يكون بيعلمك. برايي لا تروح لحالك سيد فرات. ما عاد يهمني، اذا كان هو اللي خطفها يعني صياد السمك له ايد كمان. ليش عزيز بده يعمل هيك شيء؟ لانه عزيز بيكون ابوها، ما قدر يحمي اخته، مفكر هيك رح يحمي بنته. طالما تجرأ وعمل هيك يعني الحرب بلشت. رح نمحي عزيز دوبراك وكل اللي معه عن وش الارض كنجار. انت روح هلا لعند خليل، شوف إذا كان بيعرف أي شيء، نتواصل بعدين. إيه؟ شوفي، لازم تعملي كل يلي بتقدري عليه لتضلي بهداك القصر. على شوي كنا رح نسيطر عليه، وهلأ عم نطلع واحد واحد. عملي كل شيء لترجعي على القصر إبرو. مستحيل بابا، مستحيل. ليش؟ اسمعي يا بنت، انتو ليش اتخانقتوا؟ شو صار؟ ولا شيء. ايه برو، شو صار؟ ايه برو، قلت له الحقيقة انها مو بنتك. هلأ وقت المزح؟ قولي ليش اتخانقتوا، شو صار بيناتكن؟ انا ما عم بمزح. انتي جناتي، كيف بتعملي هيك شيء؟ لك وين ومخك؟ انتي هلأ هيك روحتي علي اكبر فرصة بحياتي كلها، كانت طاقة القدر رح تنفتح لي، بتعرفي هالشي؟ هي اللي جبرتني، حاولت تأذيني وتجرحني وأنا انجبرت إني إلا. هي دائماً عم تضايقني بابا، وهلأ عم تحط كل الذنب علي؟ ذنب شو؟ ذنب شو؟ ولا شي، انسى، ما في شي، عم بحكي مجرد حكي. بس هالمرة ما رح خليها تنفذ مني، رح آخذ الفلاشة من إيدها. فلاشة شو؟ أي فلاشة؟ عن شو عم تحكي؟ والله ما عاد فهمت شي. كل يلي بتملكه هازال هلأ رح آخده منه بابا،
نحن ما عدنا بحاجة لإلها. أنت بكفي إنك تعرف هذا الشيء هلأ. رح أسحب الفيش تبعك أنت كمان. متأكدة يلي سحب الفيش هو يلي حذف التسجيلات؟ واثقة من هالشي؟ أنا شرحت الوضع للسيد فورال، ما بدي حط الست هزال تحت الشبهات، بس التسجيلات اختفت بعد زيارتها. لحظة، ما فهمت عليك. هزال كانت هونيك قبل ما يختفوا التسجيلات؟ ايه، ما خبرك سيد فورال؟ اجت لهون وكان بدها تسجيلات، وبعدين صارت هي الحادثة. بس لحسن الحظ النظام بيعمل نسخ تلقائي، أول ما يطلعوا التسجيلات رح أرجع أتصل فيك ست جنان، لا تقلقي. يعني هيك فينا نشوف التسجيلات؟ ايه، وبقرب وقت كمان. شكراً كتير، ناطرة خبر منك معناتها. بس إلي طلب عندك. إذا إجت هزال مرة تانية وسألت عن التسجيلات، خبرني بهذا الشيء لو سمحت. يعطيك العافية. الله يعافيك. مين مفكر حالك؟ شو دخلك فيني؟ ليش عم تتدخل بحياتي؟ ما فيك تكفر عن ذنبك مع أختك بأنك تحميني. أنا ونازم نشبه بعض تمام، بس اتنيناتنا مختلفين. أنا ما إلي علاقة فيك ولا بأختك، اتركني ولا عاد تتدخل بحياتي. إذا ضليتي عم تتصرفي هيك رح يصير معك مثل ما صار معه. رح تختفي بشي يوم وما حدا منا رح يعرف شو صار معك، وصدقيني ما حدا بده هالشي، لا أمك ولا أبوك ولا أنا. وجنب مين رح كون بأمان؟ جنب هاد؟ جنب الرجال اللي داهم الخطبة بالسلاح وصار يهدد الكل؟ لما يكون الموضوع عن الناس اللي بيهموني هيك بتصرف، معك ها، مو بإيدي. طالما عرف فورال إني عم أتعامل مع جالة معناتها هي بخطر، ليش ما جبتوها لهون؟ جالة بأمان، لا تقلقي. نحنا رح نلهي فورال لفترة، هذا شغلنا، وخلال هالوقت رح نلاقي الأدلة، رح نحاول نعرف كل شيء. وفي حال لقينا شي دليل، بعدها ما حدا رح يقدر ينقذ فورال. وبهالوقت انت رح تضلي معي. لا، هالشي مستحيل. شوفي، بيقولوا قيمة الأمانة بيحددها بإيد مين رح تتركها، ولهيك رح أترك أغلى صديق عندي معي. لا تقلقي من شي. ايه، عن إذنك بنتي، عندي شغل رح خلصه وبرجع فورا. بدك مني شي؟ ايه، لا تقلي بنتي مرة تانية. مثل ما بدك. مفكر اني رح ضل هون بتكون غلطان. انا رايحه. ما فيك تروحي لاي مكان هذا. كينان بعد اترك ايدي، اكيد امي هلا بالمطعم ميته من الخوف علي. اتركني كينان، انا لازم روح شوف امي، ما عم امزح. ما فيك تروحي لمكان وانا ما عم بمزح. تكسروا ايدي. اي يا ريت قلنا لأرهان يحملون. كيف بده يقدر يحمل كل هدول لحاله؟ هزال، هزال بنتي، انتي بالمطبخ؟ هزال راحت عشي مكان؟ لا، وين بدها تروح؟ وبعدين تاركي الباب مفتوح. بس مانا هون، اتصلي فيها لنشوف. عم بيرن. افتحوا الباب.
افتحوا الباب، افتحوا الباب. السيد عزيز مو بالبيت. افتحي الباب يلا. وين كنان؟ هو كمان مو بالبيت؟ شو هالحظ هاد؟ السيد كنان ما بيضل هون، وهلأ ما في حدا بالبيت. اسمعيني، بلغي عزيز توبراك سلامي، قلي له إجا فوران لهون، وإذا كان رجال يوقف قدامي ولا يعمل شي من وراي. وينك انتي؟ اتصلي فيني قلقت عليكي. هلو امي، اجت هزال على القصر؟ لا ما اجت. ليش عم تسأل؟ ولا شي، بس عم اسأل. منحكي بس ارجع. طيب، وأنا أساساً كمان في موضوع بدي أحكي معك. جاي على البيت؟ إيه، بس رح أطلع فوراً، عندي شوية شغل. ما رح أخذ من وقتك كتير، رح أسألك سؤال وبس. ناطرتك معناتها. طيب. إجا سنان شي؟ وهديك البنت هنيك؟ تمام، ماشي، منحكي بعدين. أمي؟ شبك شوفي؟ ولا شي. وين هزال؟ وليش ما عم ترد على موبايلة؟ ما بعرف، ليش عم تسألي؟ كان بدي أحكي معه. تعرفي شي ليش تغنقت مع أختها؟ قالت لك شي؟ ما بعرف، ليش عم تسألي؟ يمكن تكون هي يلي سحبت الفيش. أمي أصلاً أنا من الأول كنت عم أقول هذا الشيء، وقلت لسنان كمان بس ما صدقني. ست إبرو؟ فتحت غرفتك، فيكي تاخدي غراضك. كيفكن؟ إن شاء الله ما أكون عم أزعجكن. أنتي شو عم تعملي هون؟ جيت مشان أخذ أغراضي. ما في داعي، أنتي تركي العنوان ونحن منبعث لك ياهن. دفنا، لا تتدخلي. منيحي اللي أجيتي، لأنه كان بدي أحكي معك. تعالي معي. ست جنان؟ ايه عم بسمعك، خير صاير شي؟ شو يلي صار بينك وبين هزال؟ ليش تخانقتوا؟ مشكلة صغيرة، بصير هيك شي بين الأخوات. الأخوات ما بيقلعوا بعضهم من البيت مشان شغلات صغيرة. ما عندي وقت للأخذ والعطا. شو يلي عم تخبوه؟ مين؟ نحنا؟ شو بدنا نكون عم نخبي؟ طيب اعملوا يلي بدكن يا، أنا رح شوف التسجيلات ورح أعرف مين يلي عمل ببنتي هيك، ووقتها رح واجهكن اتنيناتكن. ست جنان شوفي، أنا عن جد ما عم بفهم عليكي شو اللي عم تقولي. فكرتوا أنكن حذفتوا التسجيلات ورح كل شي، مو هيك؟ بس مو بهالسهولة، قريبا رح نعرف الحقيقة، مو بس نحنا، والشرطة رح تعرف الحقيقة كمان، كوني متأكدة.
ست جنان؟ ايه عم بسمعك، خير صاير شي؟ شو يلي صار بينك وبين هزال؟ ليش تخانقتوا؟ مشكلة صغيرة، بصير هيك شي بين الاخوات. الاخوات ما بيقلعوا بعضهم من البيت مشان شغلات صغيرة. ما عندي وقت للأخذ والعطا، شو يلي عم تخبوه؟ مين؟ نحنا؟ شو بدنا نكون عم نخبي؟ طيب اعملوا يلي بدكن ياه، أنا رح شوف التسجيلات ورح أعرف مين يلي عمل ببنتي هيك، ووقتها رح واجهكن اتنيناتكن. ست جنان، شوفي أنا عن جد ما عم بفهم عليكي شو يلي عم تقولي. فكرتوا أنكن حذفتوا التسجيلات ورح كل شي مو هيك؟ بس مو بهالسهولة، قريباً رح نعرف الحقيقة، مو بس نحنا، والشرطة رح تعرف الحقيقة كمان، كوني متأكدة. نعم أرماك. وينك حبيبي؟ بعت لك رسالة ما رديت. أنا بالشركة، شو صار؟ ما صار ولا أي شيء، بس اشتقت لك. رح تمر اليوم؟ ما بظن، مشغول شوي، بحاكيكي بعدين. ماشي. أنا بدي أعمل اتفاق معك، أنت روح وشوف خطيبتك وأنا كمان بروح وبحكي مع أمي وبعد ساعتين منلتقي هون، شو رأيك؟ لا. أوف، ليه بقى؟ وقفت فوق راسي مثل الحارس وحبستني هون. أنا رايحة. استني كينان، يلا تركني بدي روح. أنت ليش ما عم تفهمني؟ لازم أحكي مع أمي ضروري. ماشي بتحكي معها، بس اصبري شوي. لا، هلأ بدي أحكي معها. هزال لا تعمليها، وبعدين شو رح تحكي مع عمك؟ شو دخلك؟ ليش متوترة؟ ماني متوترة ولا شي. هزال أنا بعرفك، شبك؟ ما في شي كينان، قلتلك بدي أحكي مع أمي، في سؤال لازم أسألها يا هزال. إبرو قالت لي شي متعلق بأبي، كنت رح أسأل أمي لو ما أجوا رجالكن وأخدوني. شو القصة؟ أمي حملت من رجال تاني وبعدين تزوجت أبي، يعني الرجال اللي فكرته أبي مانو أبي الحقيقي. لك وين هزال خانوم؟ هلأ عرفت منك انه هزال ضيعة، قسما بالله انا ما بعرف وين بنوب. الرجال اللي تحت قال لي انه في بنت عم تنام بغرفتك، مين هاي؟ لكن هذاك الحقير خبركن. خليل مين البنت اللي كانت؟ مين رح تكون بنتي؟ إبرو، إبرو. على شو عم تدوري؟ عم دور على تيابي. أنا عطيت لهزال كم قطعة تياب لإلي وعم دور عليهم. ما عم صدق، هزال تنازلت ولبست تيابك؟ قبل ما هزال تتنازل لمصاري زوجة، أي حبيبتي كانت تتنازل وتلبس تيابي، وهلأ عم دور عليهم باخدهم وبروح. تركي تيابك هلأ وروحي، خبر هزال تبعت لك ياهن. مع السلامة.
يا ترى أرماك طلعت من غرفتها اليوم؟ لا ما شفتها اليوم. هي متضايقة من شي؟ ما بعرف، بلكي تناقرت مع كنان ماما. أساساً هو ما عاد إجا كتير لهون، وحتى اليوم ما بين بنوب. شو يلي عم تحاولي تقولي؟ ديفنا، احتفظي برأيك لحالك وبلا هالكلام الفاضي. فورال، أنت على الأغلب فهمتني غلط. أمي، أنا مشغول هلأ، شو بدك تحكي معي ليلي؟ على أساس تحكي مع شركة الأمن، شو صار معك فورال؟ لا تشغلي بالك بهالموضوع. كتير عم فكر بهالموضوع، لازم أعرف مين سحب الفيش تبع الجهاز. مو هاي شنطة هزال؟ انتو التقيتوا؟ وينها؟ ما التقينا بنوب. معناتها شو عم تساوي شنطايتها معك؟ رحت على المطعم بس ما لقيت حدا، لقيت شنطايتها. طيب ليش ما سألت امها عن مكانها؟ وهي ما بتعرف وينها، بس مو مشكلة انا بلاقيها. شو عم تساوي هون؟ جيت مشان اخذ اغراضي. شفتي هازال؟ بتعرفي وينها؟ لا، ما لا بالمطعم. بعد هالسنين طلعنا ما لنا عيلة حقيقية، يعني هنن إبرو وأمي وأبي. لساتني عم ناديله أبي. هنن طلعوا عيلة حقيقية وأنا اللي كنت الغريبة بيناتهم. عشت حياة مزيفة. ما فيني أقول شي عن أبوكي، قصدي السيد خليل، بس أنا بعرف كتير منيح قديش أمك بتحبك وأنه حبها إليك مانو مزيف. في مرة سألت أمي ليش أبي ما بيعانقني مثل بقية الآباء، وقتها قالت لي لأنك فراشة. ما فهمت عليها، قالت أنت عندك جناحين كبار، إذا عانقك بوقتها ما عاد تقدري تطيري. كانت دايماً تلاقي حجة وتتهرب من الجواب. ما كان بدي ياني أعرف إنه مو أبي الحقيقي. أساساً ما كان يحسسني إنه هو أبي. إمتى ما ساوى شي ضايقني أمي كانت تتدخل وتواسيني بسرعة. ما كان بدي ياكي تزعلي وينقصك أي شي؟ ليش مو ناقصني شي هلأ؟ مو لازم ازعل لاني كنت عم نادي لرجال غريب ابي؟ ما بعرف، يمكن افضل من انه امك تتركك وتروح. لا تفهميني غلط هذا، ما بدي قارن وجعي ووجعك، انا عم اقول هيك بس لتفهمي قيمة امي ملك. مبين المسكينة تحملت حياة مزيفة مشانك، انجبرت انه تتحمل هالكذبة، وكله لمصلحتك، لازم تقدري لها هالشي. فورال بيك، انت فاضي؟ شو صار؟ حكيت مع خليل؟ هو ما بيعرف اي شي. اكيد هالواطي عم يكذب، وهزال ما بتهمه ابدا، مستعد يساوي كل شي مشان المصاري. قول للرجال يضلوا يراقبوه. انت متأكد انه هي انخطفت؟ بلكي انا متأكد، هازال وكنان وعزيز مانون مبينين، ممكن يكونوا هربوا بالقارب القديم نفسه. بعت الرجال على المينا وخبر يلي بششمه يدوروا بفندق عزيز توبراك اللي هنيك، اكيد عم يلعب لعبة وسخة. لو هدفه هازال لكان طلع قدامي، اكيد عم يستنى شي. حافظ شو سويت؟ مفاجأة فورال جاهزة؟ لا تأكل هم، بعد شوي بتوصل لمكانها. حلو، معناتها الحرب بلشت؟ بالضبط هيك. طيب أنا وصلت على المطعم، بشوفك بعدين. ماشي معلم، شوفك. يلا.
لا أنا بدي روح. ملك مشان الله اهدي شوي، شو بدك تساوي لما تروحي على القصر؟ بدي شوف بنتي، أنا خايفة عليها، ما رح ارتاح لشوفها. وشو عرفك إنها بالقصر؟ وين رح تكون؟ ما عم ترد على اتصالاتي من لما شفت الرسالة اللي كتبتها ناز، وأنا خايفة يصير شي لبنتي. لا تخافي، كوني مطمنة، طول ما أنا عايش مستحيل اسمح أنه يصير شي لهازال. عزيز، هازال مو مبينة وما عم ترد على اتصالاتي. بعرف، لأنه أنا خطفتها. ما فهمت. لا تاكلي هم، اهدي، هازال بأمان عندي، اهدي لحتى أحكي لك كل شي، وكمان فيك تروحي تشوفيها. ما بعرف إذا أمي عايشة أو ميتة، يعني إذا عن جد مثل ما خبروني هي تركتني وراحت، شو بدي أسألها إذا شفتها بعد كل هالسنين؟ هاد نفس الشي بالنسبة إلي بابا، ما بعرف مين هو وإذا عايش أو ميت. إذا عايش ما بعرف إذا لازم أفرح، لأنه إذا كان عايش معناتها هو ما بده يشوفني وما بيهمه وجودي أبداً، مزبوط؟ بلكي ما بيعرف بوجودك، بلكي جديد عرف هالشي. معناتها المزن بأمي هي اللي خبت الحقيقة وأنا دفعت الثمن. بلكي أمك وأبوك يتوجعوا كتير، ما بتعرفي. لهذا السبب كنت بدي أشوف أمي مشان أسألها، ممكن تسمح لي؟ أنا بترجاك اصبري شوي، بس شوي رح تشوفي أمك وتحكي معها. أكيد فورال بيكون تحول لمجنون. ما في داعي لحتى يتحول لمجنون، هو هيك دائما. أكيد بيكون اتصل فيني، موبايلي بالشنطة، رح يتهمك أنه خطفتني. ما بيهمني. الشنطة، الفلاشة بالشنطة. أي فلاشة هي؟ يلي أخذتها من إبرو واللي فيها الفيديو ونحن عم نبوس بعض. وين الشنطة؟ يا ربي الشنطة وقعت مني لما الرجال أخذوني من المطعم، بلكي أخذها فورال. ياخذها، ما بيهمني أبدا هذا. يمكن ما بيهمك بس بيهمني كتير، إن شاء الله تكون وصلت لأيد أمي. شو بدي أعرف؟ خليني روح، بلكي بلاقي الشنطة والفلاشة. لا يوه، أرماك بنتي، أنت منيحة؟ في شي مشكلة؟ لا بس أنا. أنت شو؟ أمي كنان عم بيعاملني بقلة اهتمام آخر يومين، ما عم أفهم ليش هيك عم بيساوي. آه لا تقولي هيك حبيبتي، أكيد السبب بس ضغوطات الشغل، وأنت لا تشغلي بالك بهالأمور ماشي؟ بالمناسبة وين هازال؟ جنان خانو، اجوا الشرطة عم يسألوا عن فورال بيك. مرحبا، بدنا فورال ديمير أغلو، وينه يا ترى؟ شو الموضوع؟ انتوا بأي حق بتفوتوا على بيتنا بهالطريقة؟ نحنا معنا إذن بهذا الشي يا خانم. أمي شو عم بيصير هون؟ ما في شي حبيبتي، لا تاكلي هم، ضيفنا خديه على غرفتها. ماشي. انتوا شو بدكن؟ ليش عم تدوروا على فورال؟ مشان ناس ديمير أغلو. شو هاد يلي عم تخبصوا هلا؟ شو صار لناس ديمير أغلو؟ فورال هو اللي رح يجاوب على هذا السؤال. صحيح انت شو بتقربي لفورال؟ امه. اسمعيني يا خانم، رح قلك اياها بوضوح، صرنا فتره عم نلاحق هالموضوع. نحن طول الفتره الماضيه ما قدرنا نوصل لدليل ضد ابنك، بس هلا وصلنا لدليل واجينا لحتى ناخذ فورال على المخفر مشان يعطينا افادته بخصوص ناس خانم. وهلا اذا ما عندك مانع رح اعيد سؤالي، وينه فورال ديمير أغلو؟
جنرال ديمير أغلو؟ اي أنا، تفضل، شو بدكن؟ معنا أمر باعتقالك. وشو التهمة؟ فورال ديمير أغلو، أنت المتهم الأول باختفاء ناس ديمير أغلو، لهالسبب رح ناخدك على المخفر. أرماك إهدي، ما فيكن تعتقلوني بدون ما يكون عندكن دليل ضدي. أنت ما بتعرف القوانين أفضل منا فورال بيك، وأساسا في معنا أمر من النيابة باعتقالك. لو ما في معنى أدلة ضدك وإذن من النيابة ما كنا أجينا. خدوه يا شباب. أمي، على فكرة أنتوا عم ترتكبوا غلط كبير، أنا رح حاسبكن ورح دفعكن تمن هالغلطة. رح نتواجه. امشي معنا على المخفر. فورال، لا تقلق يا ابني، حكيت مع المحامي رح يساوي كل شيء. لا تقول شيء لحتى يجي المحامي، لا تقول ولا كلمة، هو رح يحلها، كل شيء رح يكون منيح وصاق فيني. أمي تعالي شوفي حالة أرماك. أرماك، خدوها على غرفتها بسرعة فورا، أعطوها الأكسجين. ديفرا يلا بسرعة. رح تدفعوا ثمن هالإهانة، كلياتكم رح تدفعوا ثمن هالإهانة غالي. أعطيني خبر حلو. صار مثل ما خططنا معلم، يعني الطير فات على القفص، وهلأ نحن رح نقدر نشم هوا نضيف ونتنفس براحتنا، مو هيك يا حافظ؟ إن شاء الله يا معلم، طالما فات على القفص ما عاد نتركه مرة تانية. إن شاء الله. أنا شغلت الجهاز ربع ساعة وبتكون منيحة، لا تاكلي هم، نوبة صغيرة. أنا رح روح على المخفر، ما بتتركيها ولا لحظة، وإذا تكرر يلي صار من قبل وقتها رح حملك المسؤولية. لا تقلقي. شو صار، ما رد سنان؟ ما عم يرد. بعتي له رسالة وبعدين بيلحقنا على المخفر. ها سنان، وينك؟ ليش ما عم ترد على موبايلك؟ خير، شوفي، أخدوا أخوك فورال. مين؟ مين أخدوا؟ إجت الشرطة قبل شوي، أخدوا أخوك وراحوا على المخفر. لكن رجال الشرطة أخدوه؟ طيب ليش؟ قال بخصوص ناز، لسه ما فهمنا الموضوع، احكي. سنان، لازم ننقذه قبل ما يوصل الموضوع للصحافة، لا تبين أي شيء للي بالشركة. تعال بسرعة. ماشي، كوني مطمنة، ما رح يقدروا يساولوا شيء. أكيد هاي لعبة من عزيز، بالكتير بياخدوا إفادته وبيتركوه. رح أحكي مع المحامي وأعرف الوضع. لا تستعجلوا، استنوني، نطلع من البيت سوا. ماشي؟ ماشي. يلا بابا، انت شو بدك تخبرني؟ بدي طالع الشنطة لفوق، أساساً كتير متضايقة. إبرو، انت كنتي عم تحكي عن فلاشة، ما قدرتي تاخديها؟ ما قدرت، بس لا تقلق، رح آخدها. تركينا من هالأمور واتصلي بكنان، أكيد هو بيعرف وين هازال، بيجوز هو اللي خطفها. ما بظن إنه كنان خطفها، أكيد هازال راحت لعنده بلزقت فيه، أساساً ما عم تتركه أبداً. شو إلها علاقة؟ شو علاقة هازال بكنان؟ هو مو من مستواها. لا، أنت هيك مفكر. هازال قلعتني من القصر وحاولت تحطني بالحبس ولساتك عم تفكر فيها؟ أي حبس يا بنت؟ عن شو عم تحكي؟ فهميني شو عم يصير؟ بدل ما تحاول تصلح علاقتي مع هازال، روح صلح علاقتك مع فورال، بس بهالطريقة بتقدر توصل لأحلامك، لأنه هازال ما عاد تخليك حتى تحلم بالمصاري. كله بسببك، انت دمرتي لي حياتي ودمرتي حياتك وهدمتي مستقبلنا كمان. ها جابوا فورال، يلا شغلوا الكاميرا، يلا صوروا صوروا، تعالوا لهون، خدلوا صور منيح. فورال
كورال بيك، ليش جابوك على المخفر يا ترى؟ ممكن تخبرنا السبب؟ رح تعطي معلومات عن اختفاء ناس ديمير أوغلو؟ كورال بيك لو سمحت، لو سمحت سؤال واحد بالدجة. كورال بيك ممكن تخبرنا السؤال؟ الصور جاهزة جالا خانم، منقدمها إمتى ما بدك؟ فورا يعقوب، رح نستخدم كل شيء. ماشي فورا. شغل التلفزيون كنان. خير خال عزيز، في شي مشكلة؟ شغل التلفزيون. ماشي يلا بس ثانية. شوفي؟ ما بعرف. ها بلش؟ اتفرج على الخبر وانبسط. شو القصة؟ أعزائي مننتقل معكم لهالخبر العاجل. حسب المعلومات اللي وصلتنا قبل شوي، الشرطة اعتقلت رجل الأعمال فورال ديمير أوغلو ليحققوا معه بقضية اختفاء ناس ديمير أوغلو. بترككم هلا مع الصور يلي وصلتنا لما الشرطة جابت فورال ديمير أوغلو على المخفر. فورال بيك، ليش جابوك على المخفر يا ترى؟ ممكن تخبرنا السبب؟ فورال بيك، رح تعطينا معلومات عن اختفاء ناس ديمير أوغلو؟ ممكن تعطينا تصريح؟ حلو، هالموضوع بيشغل فورال بيك لفترة. معناتها صار فيني روح هلا، طالما فورال بالمخفر ما بيقدر يساوي لي شيء. ما راح تروحي على مكان في ألف رجال حواليه، إذا بالحبس أو برا ما بيتغير شيء. ما بسمح لك تروحي. يعني بفيدك أكتر إني ضل هون. أنت شفت الخبر؟ بلكي الشرطة بدهم يسمعوا إفادتي كمان. شو راح تعملي؟ راح تدافعي عن زوجك؟ بقول مثل ما بعرف. ما فيك تروحي، ما بسمح لك. مين مفكر حالك؟ أنت زوجي شي؟ لا أبداً، ماني زوجك، وزوجك هلأ بالمخفر ومتهم بجريمة. أنا ما فيني أبقى هون. ما عندي خيار تاني بنوب، للأسف. وأنا كمان بنتي. أنا رح أستنى برا. الشنطة تبعي ضلت بالمطعم أمي، أخدتيها؟ لا ما شفتها، لما أجينا ما كانت بالمطعم. أمي أنا بدي أسألك سؤال، بس بتمنى تجاوبيني عليه بكل صراحة، وعديني. بوعدك. الخاتم اللي بالصورة لناس ديمير أوغلو، وموجود هلأ بالخزنة بمكتب فورال ديمير أوغلو. ناز ما كانت تشلح هالخاتم ولا لحظة من إيدها، وأخوها لناز عزيز توبراك بيأكد لكم هالكلام كمان. هالرسالة بخط إيد ناز، كتبت لأخوها فيها إنه فورال عم يعاملها بأسوأ وهي خايفة. أنا بظن إنه في رسائل تانية ببيتهم يلي بشاشمة والقصر اللي هون، في كتير أدلة بتثبت إنه صار شي على ناز. شو ما كان صاير لناز، جنان ديمير أوغلو أكيد بتعرف لهالسبب. منطلب إنه تاخدوا إفادتها كمان. راح نساوي كل اللازم جالة، لا تقلقي أبداً. هالملف ما رح يتسكر قبل ما نعرف مصير ديمير أوغلو. من بعد إذنك ممكن تترك اللابتوب؟ هاد إلي وأخي ما بيستخدمه، هاد لابتوبي الشخصي.
أنا بس سألتك سؤال واحد، يا ترى خليل أبي الحقيقي ولا؟ لا تطلعي فيني هيك، قولي شي. أمي يلا جاوبي، أنت ليش ساكتة هيك؟ في مرة ارتفعت حرارتي وترجعتي لياخدني على المستشفى لأني كتير مرضت وقتها، بس ما قام من مكانه ولا اهتم لمرضي لأنه مو أبي صحيح. بحياته ما عانقني ولو لمرة واحدة من كل قلبه لأنه مو أبي، مو هيك؟ لما لبست فستان العرس قلتيلي إنه رح يكون كفني، بتتذكري؟ ما تضايق ولا سأل أبدا وما اهتم فيني لأنه مانو أبي الحقيقي. لو كان أبي الحقيقي لاحترقت روحه، بس خليل مانو أبي الحقيقي. ما ليش ساكتة؟ قولي. لو كان إنسان ولو كان عنده قلب لاحترق من جواته، بس الحقيقة مو هيك. خليل ما قدر يكون إنسان لحتى يكون أبوكي. بيقولوا إن الأبوة بالروح مو بس بالدم. الأولاد قطعة من أرواح الآباء. بسموا يلي بيعطي الأبوة الأب الروحي، لأنه بيفرش عمره وروحه وحياته قدام ولاده. أنا كنت مفكرته هيك بس طلعت غلطانة. خليل بدل ما يفرش روحه وحياته بطريقك، فرش روحك وحياتك بطريقه. سامحيني يا بنتي، كان الأفضل بدل ما تقولي لهيك رجال أبي تعتبري أبوكي مات. معناتها ما مات، لساته عايش لهلأ. أبي عايش، لساته عايش. هاي هي ورقتك الرابحة الأخيرة؟ هاي هي كل قوتك؟ هاي ورقتي الرابحة الأولى. بلشنا اللعبة وبأيدينا كتير وراء. أنا رح حاسبك ورح حاسب صياد السمك اللي ساويته كلب عندك. أنا بحياتي ما دخلت حدا بمشاكل الشخصية، يعني بس أنا وأنت. مظبوط، هازال بصفي هلأ، وأنتوا الاثنين رح تدفعوا الثمن غالي على خطفكن لمرتي. الوحيد يلي رح يدفع الثمن هو انت فورال، وكمان مو قلت لي انك رح تقتل بنتي وبعدين رح تقتل حالك؟ هازال ما عادت جنبك هلا، رصاصة واحدة بتكفي. انا اساسا عطيتك الرصاصة من زمان، شغلتك سهلة. صدقني بس اطلع من هون. رح تطلع، انت رح تطلع، بس طبعا بسيارة نقل المساجين، ولا تاكل هم. انت ما رح توصل على هداك الحبس لأنه رح خليهم ينقلوا جثتك بسيارة دفن الموتى. حط هالشي براسك. وصلت لنهاية الطريق فورال. رح أخذ هازال من إيدك وما عاد تشوف وشه بعمرك. إيه منشوف. ما علينا، الله يفك أسرك. كيف بتعملي فيني هيك شي؟ كيف بتكذبي علي وبتخدعيني كل هالسنين؟ معقول
معقولة كنا بحاجة كنية واحد تاني؟ سويتي هيك لأنك ما بتقدري تهتمي فيني؟ ما كنا بنقدر ندعم بعض ونوقف على رجلينا لحالنا؟ ما كان بدي اياك تحسي بأي نقص يا بنتي. وقتها كنت مفكرة أنه أبوكي تركني. ما كان بدي اياك تظني أنه أبوكي ما بيحبنا لهيك تركنا. بس اكتشفت أنه الحقيقة مو هيك. طلع أبوكي ما تركنا يا بنتي. هو بيعرفني؟ بيعرف إنه أنا موجودة؟ بيعرفك؟ بيعرفني ومع هيك ما إجا ليشوفني؟ صدقيني القصة مو هيك. ما كان بيعرف إنه عنده بنت وهو من جديد عرف. عرف بوجودي بس ما إجا ليشوفني. ما إجا ونادالي يا بنتي؟ لا إجا. أبوكي إجا. أول ما عرف الحقيقة إجا لعنا. كان بده يقلك الحقيقة بس أنا ما سمحت له بهالشي يا بنتي. بنتي أهلين وسهلين. عمل لك اتركه بابا. بنتي هذا أهلين. أنا أجيت مشان بارك لأمك بالمحل. ما فهمت ليش أجيت؟ أنت مين مفكر حالك؟ داخده؟ شو نحن بغابة؟ جرب أزي لحتى أطعك بإيدي. ما خطر لي بنوب إني أحسد خليل وأتمنى أكون مكانه. يا ريت كان عندي بنت مثلك بتحبني مثل ما بتحبي. عزيز توبراك هو ما أبي هو عزيز توبراك؟ أنا آسفة. والله يا بنتي ما كان عندي القوة لحتى أقلك الحقيقة. كثير خفت أني أخسرك يا روحي. اجيتي على بيتي وهددتيني ببنتي يا جنان خانم، تذكرتي هذا الشيء؟ هلا انت عدي وفكري. انا حملت عبء بنتي على ظهري وهلا دورك انت حملي عبء ابنك على ظهرك. بس يا ترى رح تقدري تحملي؟ اذا صار شيء لابني فوقتها رح خلي هالدنيا تصير سجن عليك. غلطانه يا جنان خانم. انتو يلي بالاول زعلتوا اختي وما بعرف شو سويتوا لها، لهالسبب رح خلي الدنيا سجن إلكم. والموضوع ما رح ينتهي بابنك، وعن قريب كمان رح تفوتي على السجن. استني وبتشوفي. عمي عزيز أنا بدي ضل هون شوي. ليش نحن ساونا اللي علينا؟ خليهم يهتموا بالباقي. أنا بدي أشوف إفاداتهم بلكي لقوا شي ثغرة. نحن لازم نكون جاهزين لكل الاحتمالات. نحن بالمخفر ما بيقدروا يساووا لي شي. لا تقلق. ماشي. هازال بترجاكي خلينا نقعد ونحكي. أنا رح خبرك كل شي بس بترجاكي اسمعيني. ما ضل شي لنحكي. سمعت اللي بدي اسمعه.
طول حياتي وانتي عم تلعبي علي. بنتي انا عندي سبب بدي اوضح لك اياه، خلينا نحكي. اي سبب بيخليني سامحك على الغلط او بنسيني اياه؟ كيف بقدر انه انسى هيك كذبة؟ خليتي رجال غريب يكون ابي وخليتي ابي يكون غريب علي. كيف بدي سامحك على هذا الشيء؟ بنتي هزال، ما عاد بدي احكي ولا اسمع كلامك، ممكن تروحي، بدي ابقى لحالي. هزال لو سمحتي. امي بترجاكي روحي. بنتي روحي. انت منيحة؟ لا ماني منيحة. خبرت عن عزيز، أنا قلت له الحقيقة، بس ما خلتني اشرح له ليش ما خبرته طول هالسنين. ما قبلت تسمعني. يا ربي كنت بعرف إنه هيك رح يصير وبنتي ما رح تسامحني بنوم. لا تفكري بهالطريقة أمي، هازال رح تهدى مع الوقت وثقي فيني. بعدين لما يجي عمي عزيز بتقعدوا معه وبتشرحوا له كل شيء. ما بظن إنه رح تسمعنا يا كنان، ردة فعلك كبيرة اتجاهي واتجاه عزيز، ما رح تسمعنا. انتو بأي حق بتعتقلوا فورال؟ أخذتوا إفادة ابني وفتشتوا البيت والشركة كمان وما لقيتوا شي غير خاتم قديم. رح أحكي بوضوح، نحن منظن أنه ناس دمير أغلو مقتولة. ما أنا ناويين نحط أي تهمة على فورال بيك، بس هدفنا أنه نوصل للمجرم الأساسي. ما بحق لكم أبداً تعتقلوا ابني على شكوى من شخصين. أنت غلطانة يا خانم، مو شخصين، ثلاثة. وناز خانم اشتكت على ابنك من زمان، بس ما بنعرف شو تغير بعدين لحتى انسحبت شكوتها، ورسالتها واضحة، ما في شي نساوي. هزال كنان أنا بدي أبقى لحالي، ممكن تروح لو سمحت؟ ماشي. أنا بس كان بدي أسألك إذا كنتي منيحة. ماني منيحة، ماني منيحة أبدا. كنان لو سمحت،
شكرا لك. وين أبرناز؟ بشيش ما جينا نخانو؟ طلع فيني. إذا انكشف أي شيء يعني عن مصير ناز أو عن هداك الأبر رح حملك المسؤولية، رح حاسبك إلك كنجار. فهمت علي؟ فهمت يا خانو، لا تاكلي هم أبدا. أنت بس بتعرف مكان هداك الأبر وما حدا رح يعرف. إذا خبرت أي حدا فساعتها بتكون حفرت أبرك بإيدك، يكون بعلمك. امتى رح يجي عزيز؟ بيجي بعد شوي. كيف هازال؟ رح تصير افضل، لا تشغلي بالك. عن اذنك. ايه جالا؟ كنان، قبل شوي شفت جنان خانم وهي عم تحكي مع كنجار، عم تحكي معه بطريقة وكأنه عم تحاسبه. بظن إنه هالرجال بيعرف مكان ناز. إذا كانت ميتة أو عايشة هو بيعرف كل شيء. أكيد عم يضغطوا عليه مشان يخبي الحقيقة. استنى، طلع كنجار رايح باتجاه سيارته. أنا رح لاحقه. لا لا جالا، أصحك تساويها. أنت عم تسمعيني؟ بشوفك بعدين كنا. جالا كنان، مع مين كنت عم تحكي؟ جالا قال بدها تلاحق كنجار. بتظن انه بيعرف شي بخصوص ناز؟ انت منيحة؟ حكيت مع هازال قبل شوي، بصراحة كلامه حرق لي قلبي. بدها شوية وقت لتتعود. ان شاء الله، بس انا بعرفها لبنتي. على القليلة انت بتعرفيها لبنتنا، بس أنا انحرمت سنين منها. أول خطواتها بالمشي وأول كلامها وأول ابتسامة إلها وأول زعل إلها. بترجاك لا تقول هيك وتزعلني أكتر. طيب ماشي، لا تزعلي ملك، بعد شوي بجي بركي بشوف بنتي وبحكي معها كمان. ما بعرف شو رح تكون ردة فعل اتجاهك، هي راسها كتير مشوش هلأ. معك حق، بيقولوا أمل المحب بيكون مخبى بصبره. أنا بالرغم من الجرح اللي بقلبي ما تخليت عنك طول هالسنين، وما رح أتخلى عن بنتي هلأ كمان. إن شاء الله ما تأخرت يا بنتي. والله ما بعرف أبداً شو بدي أحكي، عم حس وكأنه أنفاسي رح تنقطع بهاللحظة، بس لازم أحكي. ما بدي أحكي معك ولا أسمعك. قالوا لي هالشي، قال انت ما بدك تحكي معي ولا بدك تشوفيني ولا تسمعي صوتي، بس بهالحياة انت مجبورة انك تشوفيني وتسمعي صوتي، لانه لحتى انا اقدر شوفك واحكي معك استنيت 25 سنة يا بنتي. وحتى اذا بدك ما بسكت، ما فيني، ما بقدر بعد عيوني عنك. قولي اللي بدك يا، ما بتقدر تغير الحقيقة أبداً. أنا ما بعرفك ولا بدي أعرفك بنوب. أنت مانك أبي ولا رح تكون أبي بكل حياتك،
وما رح تسمع مني كلمة أبي ولو لمرة واحدة. عم تفهم؟ هازال أمي، أنا شو قلت لك؟ لا عاد تجي لعندي، ما بدي شوف وشك. هازال، من فترة عطيتك وعد إني ما نادي لك بنتي. من هلأ لحتى تحبي تسمعي هالكلمة مني ما رح أقولها، بس بصراحة ما فيني أوعدك إني ما رح كون أبوكي، ما بقدر. ما فيني أوعدك إنه ما رح أحميكي وبإنه ما رح أدعمك لما تحتاجي مساعدتي وبإنه ما رح أمسك إيدك إذا وقعتي، حتى إذا أنت ضليتي عم تطلعي بوشي بهالكره ما رح أوعدك أبداً بإني ما رح أحبك. كينان، وين انتي جالة؟ اسمعني منيح، خليت كنجاري لاحقني. اخ منك يا جالة، ليش عملتي هيك؟ تعال على العنوان اللي رح ابعت لك اياه. طيب ماشي، جاي فورا. اكيد عزيز هو اللي خطف بنتي، بس انا بعرف شو بدي اعمل. أنا اللي موجود بقلب بنتي ما رح يقدر ياخد لها عقلها. هلأ اتركنا من هازال، على الأغلب أنت ما عم تشوف الأخبار، أخدوا فورال على المخفر، كل المصاري عم تروح. ما رح يروح شي، بالعكس هلأ رح يجي. إذا حطوه بالحبس كل شي بيصير لبنتي، إن شاء الله بيحبسوه مؤبد. لساتك عم تحلم أبي؟ ليش ما عم تفهم علي؟ هازال صارت بتعرف إنك مو أبوها الحقيقي. انسى هازال، انتهت. ما في هيك شيء، أنا أبوها لهازال، أنا ربيتها وكبرتها. أستغفر الله، ما عاد فيكي تستغليني لمصالحك، ما عاد اسمح بهالشيء إبرو، فلا تواخذيني. وأنت ليش خايفة لهالدرجة؟ ها؟ ليش هازال ممكن تحبسك؟ ها؟ لأنه سحبت الفيش تبع جهاز أرماك، عرفت؟ ارتحت هلأ؟ وبنتك هازال يلي كتير بتحبها هددتني تسلمني للشرطة، هي كان بدها تسود لي حياتي مشان ما تسود حياة أرماك. عم تسمع؟ شو رأيك؟ ارتحت هلأ؟ أنا حكيت مع سنان، قال ما في أي شي بيخوف، ما رح يطول فورال بالمخفر. طيب ليش ما بتتسكر هالقصة؟ ليش دائما بينفتح موضوع ناز؟ حبيبتي الحقيقة معهم حق، لأنه اختفاءها هيك بيخلي الإنسان يشك. وأنتي فكري البنت بتختفي وما حدا بيقدر يعرف عنها شي، لا تفهميني غلط، بعرف إنه فورال ما سوى شي، بس مو الكل بيعرفوا فورال مثلنا. بالمناسبة أرماك، أنت حكيتي مع كنان؟ يا ترى هو بيعرف اللي صار؟ اتصلت خارج التغطية، خبرني إنه بالشركة بس هو ما راح على الشركة. في مشكلة يا دفنة، هو عم بيخبي عني شي، وهازال ما نمبين بنوب، أخدوا أخي على المخفر وكل القنوات بسوا الخبر، بس هازال خانه مو مبينه. حبيبتي انتي مو قلتي لي اني انا طول هالسنين عم بكذب عليكي؟ خليل هو اللي خلانا نوقع بهالكذبه، الرجال اللي انا شاركته حياتي
هو سرق لي حياتي. عم تطلعي فيه كأنه غريب، بس مو أنا السبب. كمان لا عزيز هو السبب إنكم غريبين عن بعض، ولا أنتي، ما حدا منا عليه ذنب بهالشي. صدقيني المسؤول الوحيد هو خليل. ليش أبي هو اللي تركنا وراح؟ آسفة قلت أبي، 25 سنة عم ناديله أبي، ما فيني أنساها. يلي خليتيني صدقه صار حياتي، كيف بدي صدق حقيقة تانية؟ أنا فهمانك يا هازال، فهمانك منيح. رح يصير مثل ما بدك. موافق. ما فيني أجبرك على شي بهالحياة، بس أنت كمان لا تجبريني. ما رح روح على مكان، رح كون جنبك وحواليك دائما مثل شجرة يابسة، رح ضل جنبك بدون صوت أو حركة. حتى إذا أنت ما حبيتيني رح ضل حبك أكثر من روحي. بتعرفي شو السبب؟ لأنه حتى إذا بدك ما بقدر ساوي شي. أنت هلأ مكتوبة بقلبي وعقلي يا بنتي. اسمك مو بس مو مكتوب بهويتي، مو مكتوب بمكان، بخصني، فلا تواخذني. هلأ ممكن تروحوا رجاءً؟ هازال أمي، ممكن تروحوا لو سمحت؟ ايه ملك خانو، اتجاوزنا الشيء اللي كنا كتير خايفين منه. اخيرا نحن قلنا الحقيقة. هازال ما رح تسامحنا ابدا. واذا تكون منيحة بكفيني تكون جنبي. حتى اذا ما حبتني انا رضيان تكون جنبي. الوقت دوا لكل شيء. الوقت يلي خلى قلب بنتي ينبض لخليل ان شاء الله بيعطيني فرصة كمان. شو بدنا نعمل؟ هلا انتو رح تبقوا عندي لفترة، ما بنعرف هالكلب خليل شو ممكن يعمل. فورال وامه كمان اكيد حقدوا هلا على هازال، رح يحاولوا انهم ينتقموا منك. اذا هنن قدروا يساوي لك شي وقتها بيحصرونا بالزاوية. انا ما بخاف من اي شي عزيز. بعرف، بس انا خايف، بخاف اخسر اللي بحبهم.
وبخاف ما أقدر أوصل لهم، لهذا السبب قلت لك تعي. لا ترديني هالمرة، وافقي. ماشي مثل ما بدك. دفنا شو عم تساوي هون؟ ولا شي، كنت عم شوف المواقع، صار عندي فضول أعرف شو كتبوا عن فورال. بلا ما تشوفي بعدين بيتعكر مزاجك. تعالي على الصالون، ما بدي أبقى لحالي. ماشي حبيبتي. خير إن شاء الله كنجار. لوين؟ أنت ما لك علاقة. كيف ما لي علاقة؟ إلي علاقة ولهالسبب أنا هون. بما أنك عم تلاحقني مرة تانية معناتها أنا عم ساوي شي بيخوفكن، مو هيك؟ بعدو عن طريقي. يعني ما فينا نحكي كلمتين مع بعض إذا مديرك مو معك، ما هيك؟ فينا نحكي، بس أنا بفهم لغتكن كتير منيح، بس انتم ما رح تفهموا لغتي. على فكرة انت بتحكي بطريقة حلوة كتير، يا ريت لو من قبل طلبنا الاذن من فورال مشان نسمع صوتك. كلامي رح يكون تقيل عليك، ما رح يعجبك. لا تقول هيك، بالعكس انا بحب اسمعك. قلقانين وخايفين بسبب نازمة؟ متأكدة انه انتم ساويتوا لشي وعم تحاولوا تخبوه. فورال مرمي بالحبس هلأ وما بيقدر يساوي شي، فبعتك لتنظف وساخته صح؟ لأنك بتعرف كل شي، أنت بتعرف شو صار. قولي يا كنجار. أنتوا عم ترتكبوا غلط، انتبهوا. احكي كنجار، يلا خبرنا شو اللي صار. ما رح يدا مرة تانية، بعده عن طريقي. ما رح نبعد عن طريقك، يلا تعال معنا. يليق هالشي برجال قبضاي؟ ها؟ شو في داعي للسلاح وانت في عندك ايدين؟ مو عيب؟ عقلي كتير مشوش يا عمتي. ليش؟ اخذنا اغراضنا ورايحين لعنده، حتى اذا كنت رح اتطلق انا لساتني مرة متزوجة. ايه يعني؟ برأيك شغلة صحيحة نروح على بيت عزيز قبل ما اتطلق؟ ملاك لو سمحتي تركينا من الصح والغلط هلأ. الموضوع متعلق بحياتك يا بنتي، عزيز رح ياخدنا على بيته مشان يساعدنا. أنا ما عندي مشكلة مع عزيز أساساً، أنا همي خليل، أكيد رح يجن هلأ، أنا خايفة يساوي شي. يا لطيف، قال خايفة من خليل يلي بيسمعك بفكره رجال عن جد. أنت عم بتساوي الصح بنتي. المشاكل والهموم ما عم تحل عنا أبداً، بتروح مصيبة بتجي التانية. وفوق كل هاد الآن على هازال، مسكينة راسها كتير مشوش، يلي كانت تعتبره أبوها صار غريب وهلأ عرفت أنه أبوها بيكون عزيز. أنا ما بعرف شو رح تعمل وكيف رح تتعود على هالوضع. الزمن دوا لكل شي ملاك، بيقولوا أنه كل شي بينحل مع الوقت، وهي رح تتعود مع الوقت، وبعدين عزيز رجال محترم وقبضاي. مزبوط كلامك، بس مو سهلة بالنسبة إلها كمان. آخ يا بنتي عحظك السيء، ما وصلت للي بتحبه وما أسست بيتها وعيلتها، هلأ المسكينة راحت وضلت لحالها بهداك الجحيم.
مزبوط، بس لتنتهي هي المحنة وتهدى الأمور وترتاح أكيد عزيز رح يطلع هزال من هداك البيت، وإن شاء الله فورالي بيتعفن جوات الحبوس. كل ليلة بدعي الله ينتقم منه. أنا طول الليل ما عم بقدر نام من قلقي، كأنه في حمل تقيل على صدري عم يضغط علي وما عم يخليني اتنفس. ما رح أقدر ارتاح ونام قبل ما يروح. آخ يا روحي، آخ يا بنتي الحلوة، لا تزعلي، كل شي رح يكون منيح إن شاء الله عمتي إن شاء الله. أمي أنا ليش لساتني هون؟ يلا طالعوني بسرعة. اهدى شوي فورال، رح طلعك سبور. يا ترى شو الدليل اللي بين إيديهم ضدي؟ ما بعرف، أكيد عزيز لعب هاللعبة. طيب المحامي شو عم يساوي؟ مو عم ندفع له كتير مصاري؟ حكيت مع المحامي، بكرة رح تقدم إفادتك بالنيابة، وقد ما وجهوا لك أسئلة وقد ما ضغطوا عليك أنت رح تنكر. عم تسمعني؟ لا تضعف وتنهار قدامهم، ما معهم أدلة ضدك وهن رح يتركوك. وين هزال؟ مختفية، ما نم بيني. كيف يعني ما نم بيني؟ لازم تلاقوا هزال وعزيز وكينان. ماشي يا ابني، لا تاكل هم من لاقيها، بس المهم هلا انطلعك من هون. هزال هي اهم شي بحياتي. قولي لكينجار معه من هلا للصبح ليلاقيها. لما اطلع من هون بدي اشوف هزال قدامي ولا رح اعاقبه. ما عم بقدر اوصل لكينجار. شو؟ كيف يعني؟ كل حياتي ما شفت هيك شي، كل هالضرب وما قال ولا كلمة. أهلين معلم. أهلين وسهلين. أهلين فيكم. إيه شو وضع كينجار؟ ما حكى؟ لا والله باينته ما رح يحكي. لازم نخليه يحكي يا حافظ، أكيد بيعرف إذا فورال حبس أختي بشي مكان أو إذا هو قتلها، وإذا ما جبنا دليل ضد فورال بيطلقوا سراحه. بعرف، بس يا معلم نحن كتير ضربنا، وإذا ضربنا أكتر بيموت. أنا رح جرب، بركي اللي ما بتحلو الإيد بيحلو لسان. صحيح، وينو كينان؟ كينان راح لعند هزال. أحمد كل الرجال هون، أنت خد اثنين معك لأنه ملك لحالة، انتبهوا عليها. ماشي أخي. ليك أنت في معك سلاح شي؟ لا والله. خد هاد تحسبا لأي شي بيصير معك. طلع فيني، إذا ما اضطريت ما بتستخدمه. ماشي؟ لا تأكل هم أبدا، إذا ما اضطريت ما لي شغل فيه. إن شاء الله. معلم شو صار بموضوعكم؟ شو عملت هزال؟ والله الظاهر إنه هالبنت بتشبه أبوها كثير، عنيدة وراسها يابس مثلي، ما تأثرت بكلامي أبدا. انت تركتني لحالي هون واختفيت. كان عندي شغل. لا تطلعي هيك وخدي هدول من ايدي. بالله شو عندك اوامر تانية؟ لا مو امر، انا بترجاكي لاني جعت كتير، بين ما حضر الاكل انت ساوي سلطة. انت عم تتمسخر علي؟ خدني من هون انا مليت. خلينا نحضر الاكل، ساعديني. طلع فيني. جبت لكم المي، وين حطون؟ كتير منيح، إذا بدك حطون هون هلا. بالمناسبة أنا بدي حضر الأكل ورح أحسب حسابكم. ماشي؟ ماشي أخي، بتحبوا ساعدكم؟ ما في داعي، نحن منحلها. ماشي، يعطيكم العافية.
لا تطلع هيك، يلا استعجل. يلا اهدى فورال، عود شوي. اسمع، لازم نفكر ونحسب حساب كل خطواتنا. بلكي عزيز ما له علاقة بالموضوع، بركي كينان يلي خطف هزال مشان يحرق لك روحك. وشو فرقت يعني؟ أساسا كينان بيكون كلبه لعزيز، هزال مع هداك الحقير وأنا محبوس هون وما فيني ساوي شي، والله رح جن. فورال لا تعملها، هاد يلي بالدنيا إنه نعصب ونرتكب شي غلط، وبتعرف إذا وصلوا لأي دليل ضدك وقتها ما عاد تقدر تطلع من هون. أمي عن أي دليل أنت عم تحكي هلأ؟ إذا عزيز خلى كنجار يحكي وقتها أنا رح أعفن بالسجن. كنجار مرتبط فينا، ما عندي أي شك بصدقه وإخلاصه تجاهنا، ومستحيل يحكي، هو قوي. صحيح قوي، بس لأنت رح يضل قوي هيك. بالبداية عزيز توبراك إجته أهم فرصة بهديك الرسالة، وأكيد هو رح يعرف كل اللي صار من كنجار ويزتني بالحبس. الأفضل إنه ساوي شي بسرعة. خبري الرجال خليهم يخطفوا أمل هزال. شو؟ بدك ياهن يخطفوا ملك؟ ايه، ملك هي نقطة ضعفه العزيز، وإذا نحن خلينا الرجال يخطفوها بيترك هزال وكنجار. أخ منك يا كنجار، أخ يا أبضاي، أحيانا لعبة القدر بتكون غريبة مو هيك؟ بتترك الجامعة وانت بالسنة الثالثة وبتصير خادم عند هالواطي فورال، ايديك بتترك القلم وبتمسك السلاح. تركنا من حركات الوفاء وارتباطك فيهم. لما الانسان يكون وفي مع الحقير بيكون مثله. يلا احكي، بهالطريقة بتحرر ضميرك وكمان بتحرر ايديك واجريك من هالحبس. ها يلا كنجار احكي. الحقير فورال شو سوى لاختي؟ موتها ولا حبسها بشي مكان؟ لانه اذا في حدا بيعرف فهو انت يا كنجار. يلا قول، يلا يا ابضاي. وانت كمان عندك اخوة بتفهم وضعي منيح. أنا كنت بعرف إنه هيك رح يصير لأني بعرفها لبنتي، لهالسبب ما خبرتها من قبل. بس مو مشكلة، مو الشرطة أخذت فورال. عم حس وكأني ارتحت شوي، بس لتنفد بنتي منهم وتكون بأمان ما عاد يهمني شي تاني. ملاك، زعل الأولاد من أمهاتهم ما بيضل فترة طويلة، بس اصبري يومين ثلاثة وهالزعل بيروح. لا تشغلي بالك، كل شي رح يصير أحلى إن شاء الله يا عمتي. وينو الكلب عزيز؟ وينو عزيز توبرك؟ وين بنتي؟
ملك؟ لوين بعتي الرجال؟ شغلة صغيرة قلت لهم يروحوا يحلوها. وشو هالشغلة؟ شو عم تلعبي كمان؟ شو بدي ألعب ابني؟ أنا عم حاول خلص أخوه. يلا نروح. ولك أنت شو عم تساوي ببيت عديم الأصل اللي اسمه عزيز؟ وين هزال؟ هزال مانا هون. يلا روح. لا تكذبي علي ملك، لا تكذبي. عزيز توبراك خطف هزال مو هيك؟ اسكت خليل واطلع من البيت. ما رح اسكت يا ملك، انا ما رح اسكت. ما فيكن تنفذوا من ايدي بسهولة. انا طول هالسنين عم اهتم فيكي وببنتك. عزيز بيجي هلأ وبياخد كل شي من ايدي وانا بضل عم اتفرج. خليل روح من هون. لا تتدخلي. انتي لا تتدخلي. وانتي يا عيب الشوم عليكي، يا عيب الشوم عليكي. ما عندك ذرة خجل ولا حيا مو هيك؟ انت لساتك لهاللحظة مرتي. انت بتفوتي عبيت رجال تاني وبكل وقاحة بتجي تحكي لي عن الشرف والأخلاق وغيرها. احكي بأدب خليل واطلع من هون بسرعة. ماشي بس رح أخذك معي. امشي. تركني، ماني رايحة لقرني. أنا بدي اتطلق منك وعلاقتنا انتهت. ما انتهى شي، فهمتي؟ مستعد هلأ روح وخبر الشرطة إنه عزيز خطف مرتي. بفضحك يا ملك. امشي معي، تعالي. وقف، انت شو عم بتساوي؟ انت لا تتدخلي. لك شو عم تقاطع طريق يعني؟ انقلع من هون. تعالي معي، تعالي. انقلع من هون ولا تلمسني. انت رح تروحي معي. لك اتركني. تعالي. بلش نار خليل، اترك لي ايدي. اي نور خانم، نادي للرجال بسرعة. اتركني بقى. ولك مجنون، اتركني. امشي معي. كنان لو سمحت احكي لي عنه. مين؟ ما غيره، عزيز توبراك. أبوكي بصراحة بكل حياتي ما شفت شهم وأبضاي مثله. قاسي مثل الصخرة، بس بتلاقيه إذا الموضوع متعلق بالضمير ما في أرحم منه. ايه هو صاحب رحمة وضمير، لهيك ترك امي وانا لساتني ببطنة. الموضوع مانو هيك، لا تظلمي. وانت شو عرفك بهالشي كنان؟ انا والخال عزيز علاقتنا كتير قوية ببعض. هو بيعرف كل شي عني وانا بعرف كل شي عنه. يعني انت كنت بتعرف؟ كنت بتعرف إنه عزيز أبي وخبيت علي؟ يلا كنجار احكي. اسمع، أنا فيني ضل أضربك وعزبك وإنت كتير رح تتوجع، فخلص حالك من هالوجع. يلا قول قول. يلا اعترف. أنا بالعادة ما بحب الحكي
لأنه صوتي مو حلو. خير عمتي؟ عزيز تعال بسرعة لهون، ملك مانا منيحة. شو صار يا ملك؟ ملك طارت خليل بالسكين. لك بكفي بقى هزال بلا تخبيص، مشان الله لوين بدك تروحي بهالوقت؟ كنان أنا قلت لك بدي روح. عادي شوي واسمعيني، أنت ليش ما عم تستوعبي؟ أنا وعمي عزيز عم نحاول نحميكي، فهمي بقى. أنتوا عم تحموني بهالطريقة؟ بالكذب والخداع؟ وإنكم تخطفوني؟ هاي الحماية؟ لو إبرو ما خبرتني لكن ضليت عايشة بهالكذبة. أنا ما بدي الزلمة اللي ترك المرة اللي بيحبها وهي حامل ببنته. أنا ما بقبل بهيك أب، ما بصدق لا حبه ولا شوقه إلي. بدي روح. ملاكي لا تروحي، لا تتركيني. كنان ما بعرف أنا من إمتى عطيتك قلبي وروحي وعمري، بس كل لحظة أنا عشتها بسبب هالحب كانت تزيد من عمري يا هزار. كل ما أنت عشقتيني وكل ما شفت الحب بعيونك الموت بيبعد عني، بس كل دقيقة بتمر علي من دونك وكل ثانية بحس عم أقرب من أجلي خطوة. أرمك شوفي حبيبتي ليش عم تبكي؟ أنا ما بعرف شو صار، يا ترى الكل وين اختفوا فجأة؟ ما بعرف شي. شو معنى هالحكي؟ كنان ما نو مبين بنوب، قال راح على الشركة بس طلع عم يكذب. يمكن كنان وهازال هنن مع بعض. يا أمي أنا متأكدة إنه هنن مع بعض. بلا تخبيص، مستحيل يصير يلي عم تفكري فيه أبدا. أخ يا بنتي الحلوة. شو هالكلام كنان؟ هذا الكلام مو مني أنا، هذا كلام أبوك اللي مات. عم تصدقي حبه؟ يعني الخال عزيز. هدول الرسائل كتبهم لأمي ملك قبل سنين، قريهم خدي. بعرف قلبك ما بيقدر يعطي حكم للحب، بس القدر بيعطي أحكام. أبوك عزيز وأمك ملك حبوا بعضهم بجنون، وقصة عشقهم كتير مختلفة مو متل قصتنا أبدا. ما فات بيناتهم حدا تاني، لا الثروة ولا المصاري، بس القدر فات بيناتهم. صدقيني عزيز توبراك هو أعظم أب ممكن تملكيه بهالدنيا،
على القليلة عطي قلبه حقه، وكمان ألف خليل ما بيساو عزيز واحد، صدقيني. ولك خليل حاجة تتحرك بلا ما تنزف. تركني. لك لا تبالغ، هو خدش صغير يا زلمة، للصبح ما بيضل فيك شي. نعم أخي. ايه أحمد، خليل جنبك؟ ايه جنبي. شو وضعه؟ لا تقلق، ما فيه أي شي، مجرد خدش صغير. أنا عمود. اسمعني، قله لا يفكر يروح لعند الشرطة لأنه كتير رح عصب وأتضايق. انت لا تاكل هم، انا قلت له اللازم وهو فهم منيح. فهمت مو هيك؟ فهمت فهمت. خبره العزيز اكيد ما رح اشتكي على مرتي. هي بتضل مرتي، لا تشغل بالك اخي. ايه هو فهم الكلام اللي قلت له يا منيح، وما رح يروح لعند الشرطة. ماشي. سكوت. يا ترى قدرت تشوفه لفورال؟ لا، قال في حديث خاص بينه وبين أمي. سنان، أنا برأيي فورال ما رح ينفد هالمرة، أكيد رح يفوت على الحبس. أنت ملاحظ قديش أمك متوترة؟ ايه ملاحظ، بس مع هيك ما بتوقع انه فورال سوى شي لناز. نحن عم نحكي عن فورال. بعدين اذا ازاها او لا مو مهم ابدا. هازال وكنان مو مبينين، وكنجار كمان. عزيز عم يلعب لعبة كبيرة، الظاهر جبر الكل انهم يوقفوا بصفه. شكل لعبته ما لسهلة ابدا، وراح يستخدم ورقته الأخيرة. معك حق، حتى أنتي تعاونتي معه. بلا تخبيص سنان، كل يلي بيهمني مصلحتنا وبس. هلأ صار عنا أسهم بالشركة، وإذا فورال انحبس وقتا نحن مندير أسهمه وأسهم أرماك كمان. تعرف شو معنات هالشي مو هيك؟ يعني رح نكون أقوى من عزيز توبراك بالشركة. ايه هيك بالضبط. سفر، شو صار؟ ما في حدا لا بالبيت ولا بالمطعم. مثل ما توقعت بالضبط، عزيز توبراك عم يحمي ملك. انت اترك رجال قدام البيت والمطعم، إذا أجت ملك فوراً بياخدوه على المكان اللي قلت لك عليه. تحت أمرك. بتدوروا على هزال وكنجار عن طريق الكاميرات والموبايلات، لازم تلاقوهن. بأمرك جنان خانم. اشربي بنتي، خذي، ما فيه شيء، جرح بسيط، خليل مثل قط بسبع رواح. انت لا تاكلي هم. اهلين وسهلين. ملك. عزيز. شو صار؟ إجا خليل، كان مبين عليه إنه جن. سأل عن هازال، بيعرف إنك خطفتها، وبعدين هجم علي قال لي أنت مرتي،
شو عم بتساوي ببيت رجال غريب؟ بعدين مسكني من ايدي وحاول ياخذني بالقوة. اهدي خلاص بكفي اهدي، مضيت. لا تقلقي، انت ما سويتي شيء. ها خليل ما اجى لهون وما صار شيء هون، تمام؟ لا تقلقي اهدي، مضيت خلاص. انا بحل الباقي، لا تاكلي هم. اهدي انا مستعد موت، بس ما بسمح انك تتعرضي للاذى، فلا تشغلي بالك. تعال. بابا؟ لك عمهلك، أنا مجروح. ما فيك شي، لا تبالغ. شو صار لك؟ أنت منيح؟ بابا جاوبني، أنت منيح؟ بابا مين ساوى فيك هيك؟ اللي أحمد اللي عمله شي؟ أي أحمد؟ مالك طعنتني بالسكين؟ شو؟ بيت حلو ودافي وانتي موجودة، يلي حلمت فيه موجود قدام عيوني هلا. بس نحنا غريبي، ما كنت اتمنى غيرك بهالدنيا يا هذا. انا عندي امنية وحدة يا عزيز، وهي اني ختير جنبك واني موت على ايدك. بدعي رب العالمين انه ما يعيشني وجع غيابك. ملاكي سامحيني، ما قدرت اجي على الدير امبارح، ارتفعت حرارة اختي ناز وضليت جنبها للصبح. الدكتور قال رئتها تعبانة، وكأنه رئتي اللي عم تحترق مو رئتها. بتعرفي انا بعتبر ناز كأنها بنتي مو اختي، بخاف عليها وكأني ابوها. امبارح لما كنت جنب ناز كنت عم فكر فيكي، فكرت فيكي ومستقبلنا. تعرفي وقتها صرت أقول لحالي طالما عندي هالحب اتجاه أختي، لو كان في عندي بنت لكنت حميتها من عيوني ولساني كمان. وصرت أدعي إن شاء الله رب العالمين بيرزقنا ببنت، وإن شاء الله تكون حلوة مثل القمر. وتمنيت إنه يكون جمالها وطبعها يكونوا بيشبهوكي أو بيشبهوا أختي.
كنان، كنان، كنان مانو هون؟ لا والله راح من بكير. صحتين وهنا. تفضل عود كل معنا. أكلت شي وأنا جاي بالطريق، شكرا. كيف هازال؟ هي منيحة لا تشغلي بالك، بس عقلها مشوش شوي. ايه طبعا ما أنا سهلة، رح يتشوش عقلها وقلبها كمان. أعطيت الأمانة اللي قلت لك عليها لهازال؟ ايه أعطيتها الأمانة لا تأكلها. شو هالأمانة يا ترى؟ قلت له يعطيها الرسائل اللي كنا نبعتهم لبعضنا من زمان، لتقراهن وتعرف قديش كنا منحب بعض وشلون انفصلنا واحترقت قلوبنا بدون سبب. وهي قرتهن؟ على الأغلب قرتهن. بعد ما عطيتها الرسائل تركتها لحالها شوي، ولما طلعت الصبح كانت نايمة. شكرا لك. هازال كتير عنيدة. لا تقولي هيك، صدقيني لما تفهم قديش انتو بتحبوا بعض رح يلين عقله وقلبه كمان. وينو أخي؟ بعدته على الشركة، قلت له يراقب الوضع هنيك. هلأ عائلة ديمير أغلو من هارين، فرح يحاولوا يعملوا شي، لهيك بعدته مشان يتحرى عن الوضع ويعرفنا إذا كانوا عم يخططوا لشي. أكيد هنن عم يخططوا لشي، ونحن لازم نكون مستعدين لكل شي. لا تقلق. صباح الخير. صباح النور معلم. معلم وصلني خبر قبل شوي، أخذوا فورال لعند النائب العام. يا ترى إمتى اتطلقت من ناس خانهم؟ بما أنكم لقيتوا كل هالرسائل والملاحظات أكيد بتكونوا وصلتوا لأوراق الطلاق كمان، ليش عم تسألني؟ جاوب على قد السؤال فورال بيك، أنت موجود هون لتجاوب على أسئلتي وبس. موكلي رفع دعوة الطلاق على زوجته السابقة وأخذ الحكم بالطلاق قبل سنة ونص سيدي، وأوراق الطلاق والحكم موجودين هلأ بالملف. بس ناز ديمير أغلو ما أجت على جلسة المحكمة. آخر مرة شفتها لناز قالت لي ما عاد بدها تشوف وشي، ويمكن لها سبب ما أجت على المحكمة. شي غريب، زوجتك بعد ما انفصلت عنك ما تواصلت مع أي حدا إلى ارتباط معه، ولا حتى تواصلت مع أخوها، وحتى هي ما اتصلت بأقرب صديقة لها. هالشي مو غريب فورال بيك؟ والله ناز هيك كانت، كيف بدي أقولها، قليلة وفاة. انتبه على كلامك رجاء، انت هلأ قدام النائب العام. من التاريخ اللي ادعيت انه ناز ديمير أغلو تركتك فيه ما حدا قدر يوصل لأي خبر عنها، وما في معلومات بتدل انه سافرت برات البلد، وما في وثيقة إقامة أو حتى فاتورة أو أي شيء مسجل باسمها، كأنها ميتة. عم تدوري على التسجيلات؟ لا، تسجيلات شو؟ إبرو لا تنكري، أكيد عم تدوري على التسجيل لما سحبتي فيش الجهاز. صحيح. أحمد، أنا بعترف إني ارتكبت غلط وكتير ندمانة،
إذا التسجيل وصل لإيد حدا وقتها بنتهي. أحمد اسمعني، أنا وإنت رفقات من طفولتنا، قسما بالله أنا ندمانة ورح أعفن بالحبس. إذا بتعرف وينه خبرني، وين تسجيل الفيديو؟ ما بعرف، وحتى لو كنت بعرف ما بخبرك. أحمد لا تعملها، إذا أنت ما فهمتني مين رح يفهمني؟ أنا حبيت كتير، إيه كنت غبية، شخص ما بيستاهل وقعت بحبه، بس شو بعمل؟ لو أنت مكاني ما بتساوي نفس الشي، يعني مشان حبك إلي ما كنت بتجازف بكل شي أحمد؟ أحمد إذا بتعرف وين مكان التسجيل مشان الله قول. أحمد بترجاك إذا بتعرف خبرني وين تسجيل الفيديو؟ أنا بعرف أنت مستحيل تقبل أني أقضي حياتي بالحبس. إمتى أخذوا الإفادة؟ فهمت، يعني لسه لهلأ ما حدا إجا وقدم أدلة ضده؟ تمام، ناطرة خبر منك معناتها. جنان خانو، موبايل فورال بيك ضل بالغرفة، في حدا كتير اتصل لهيك جبت لك الموبايل. أعطيني. نعم الباي بيك. جنان خانم، فورال بيك مانو فاضي؟ لا، قول شو فيه. بخصوص تسجيلات الكاميرا، قدرنا ننقذ النسخة يلي موجودة بالسيرفر، وكنت حابب خبر فورال بيك بهالشي. يعني وصلتوا لتسجيلات هذيك الليلة؟ جنان خانم، بتحب ابعت لك ياهم على القصر؟ لا، خليهم لبين ما وصل لعندك، جاي فورا. ماشي يا خانم. شو صار؟ مثل ما توقعنا بالضبط فورال بيك، ما في داعي تتحول للمحكمة، انت حر. وأخيرا. بس استنى شوي لبين ما نخلص وراء أخلاء السبيل. طيب تمام. ألو نعم؟ ألو مرحبا. تلخبطت الأمور، حبيت خبرك. شو صار؟ طلعوا النسخ الاحتياطية يلي بالسيرفر وما خلوني أقرب منها. لو بعرف كنت خبرتك من قبل. إجت جنان ديمير أوغلو وعم تطلع على التسجيلات، سألتني عنك كمان وأنا انجبرت أعطيها أوصافك. قال هي بدها تقدم شكوى ضدك، وقال رح تطلبني للمحكمة مشان أشهد. لا أصحك تساوي هيك شي، هن عم يلعبوا لعبة علي. تمام، بتصل فيك بعدين بشوفك.
قول سفر. أطلقوا سراح فورال بيك. نحن عم نستنى لنخلص الإجراءات. ممتاز. توقعاتك طلعت صحيحة بالموضوع الثاني. عزيز هو اللي خطف هزال خانو. قدرنا نوصل لتسجيلات كاميرات المراقبة يلي قريبة من المطعم. رجال عزيز أخذوا هزال خانو من هنيك. والسيارة مسجلة باسم عزيز توبراك. طب وين هي هلأ؟ لسه ما حددنا مكانها، بس عرفنا مكان كانجار. تاخدوا كانجار فورا بسرعة. أمرك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك سفر. وين كنجار؟ هلأ عرفنا مكانه، رح نروح ناخده. لا تتدخلوا، أنا بروح. فورال بيك، عزيز خطفه بلا ما يصير اشتباك وتتعرض للخطر. قول وين مكانه خلصني، أنا رايح لحالي. هو بالمستودع بالبيكوز. طيب. هاي سيارتي؟ مفتاح السيارة؟ لك يلعن هالشغلة. مرحبا سوزان، مين فات على هالغرفة؟ شفت إبرو طالع من جوا بسرعة. إبرو خير إن شاء الله. نعم جنان خانوم. أنا حذرتك يا عزيز، قلت لك لا تقرب من عيلتي. بعرف إنك خطفت هزال، وين هي هلأ؟ بالأول رح روح وأخذ كنتي، وبعدين رح صفي حساباتي معك يا عزيز. بعدي عن بنتي. إذا بتلمسيها لبنتي بقتلك بإيدي، مفهوم؟ ما بشفق عليك ولا برحمك. بقتلك جنان ديمير أغلو. شوفي جنان عرفت مكان هزال وراحت لتاخدها. خلينا نروح لعند هزال بصراحة. وأنا جاي. لا ضلوا بالبيت بلا ما يصار لكم شي، رح أخذ بنتي وإجي. عزيز ماشي جالة، ضلي بمكاني، أنا رح أبعت رجالة ياخدوكي. اصحك تتحركي من مكاني. معلم تصلت جالة، فورال عرف مكان كنجار وهو رايح لياخده. عائلة ديمير أغلو عم يضغطوا علينا من كل مكان. أنت اهتم بهذا، فورال عندي خال. ماشي حافظ، ما بتترك يلي بالبيت، مفهوم؟ معلم ما بنعرف هالكلاب شو ممكن يساووا. ماشي لا تقلق. ساويت لكم شاي. ليش تعبتي حالك؟ ما فيها تعب، أكيد بتكونوا بردتوا. إجا الشاي بوقته، سلم إيديكي. صحتين وهنا. لوين؟ كتير اختنقت جوا، بدي أتمشى شوي. لا تروحي لمكان بعيد. مو نحنا أساسا بمكان بعيد. كيف تحضيرات الخطبة والعرس؟ ألف الحمد لله كل الأمور منيحة. حددتوا الموعد؟ حفلة الخطبة الأسبوع الجاي.
الشاي كتير طيب. يا ويلي على أي محكمة رح تروح؟ طيب فهمت، أنا بتشكرك على كل شيء، لا تقلق أنا بحل الباقي. غزال، 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 قديشك طلعتي حقيرة وواطية وبلا أخلاق. لك أنتِ كيف بتعمليها؟ جنان خانم، لو سمحتي اهدي لنحكي. وأنا شو بدي أحكي معك هلأ؟ رح تدفعي الثمن لأنك حاولتي تقتلي بنتي. جنان خانم، أنا بعترف إني غلطت وكتير ندمانة. يلا ردي أمي ردي. أنا ما بدي أسمع منك أي شيء، خبي كلامك للنائب العام، امشي. بعد إيدك عني جنان خانم. تعالي اركبي السيارة، حاولتي تاخدي حياة بنتي وأنا رح أحرمك من حياتك، امشي. لك بعدي عني. حمدي ربك إني ما قتلتك، أنت رح تتعاقبي على عملتك الوسخة ورح تعفني بالحبس. Thank you.
لا تكوني متأكدة لهالدرجة يا جنان خانو. أنا مستحيل اسمح لحدا ياخد شي مني، وخاصة حياتي وحريتي ما بسمح أبدا. هذا السر رح يضل بس بيناتنا نحن التنتين، لا تواخذيني. امشي. 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 كنجار، قول انت منيح؟ قلي شو ساوى فيك؟ كنجار، لا تكون حكيت؟ ها؟ انت خبرتهم شي؟ شو القصة يا فرال بيك؟ ليش متوتر لهالدرجة؟ ليش الآن؟ قلي شو سبب كل هالخوف؟ بس ما تكون خايف ينكشف انك قتلت ناس.